يعد مهرجان صيف البحرين ملتقى جيد لمختلف الثقافات العالمية، وذلك من خلال المشاركات التي تقدمها بعض الدول في المهرجان. نعم، فهذه الورش التدريبية والعروض الفنية التي تتضمن فعاليات المهرجان تنقل ثقافات تلك البلدان، ويطلع عليها أبناء البحرين ويتعرفون على ثقافة كل بلد، ما يعزز عنصر الثقافة والاطلاع لديهم. مشاركات متنوعة عربية وأجنبية تجتمع في البحرين، ويحتضنها مهرجان صيف البحرين السنوي، تقدم بأسلوب مبتكر ليتعرف الأطفال على تلك الحضارات وما تحمله من فنون وإرث ثقافي متميز. هذا المهرجان يأتي لصناعة أجواء مختلفة ببرامجه المتنوعة، خصوصا وإن كل ما يقدم للصغار من برامج ثقافية وورش عمل تعليمية تقدم لهم متعة حقيقية. فكل برامج المهرجان يتم اختيارها بعناية، لأنها تقدم للحضور المعلومة وتعرفهم بالحضارات الأخرى، وكلنا فخر بأن يكون لنا مشاركة ضمن فعاليات صيف البحرين. Well, first of all, we'd like to thank the Bahrain Arts and Culture Authority for organizing the summer festival. نتقدم بالشكر الجزيل إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار على إتاحة الفرصة لنا لنكون ضمن المشاركين في فعاليات مهرجان صيف البحرين. فهذه المشاركة تؤكد على عمق العلاقات بين البحرين وتايلاند، ومن خلال هذه المشاركة أيضا سنعمل على نقل ثقافتنا إلى الأطفال المشاركين في الفعاليات. مهرجان صيف البحرين فتح الباب على مصراعيه منذ انطلاقته أمام السفارات ومختلف الجهات الخارجية للمشاركة في البحرين ونقل ثقافتهم إلى أبناء البحرين، خصوصا وإن هذا المهرجان يعد الحاضن الأكبر للفعاليات الثقافية الموجهة للأطفال والناشئة. What we are doing is we are representing a folk art. من خلال مشاركتنا في مهرجان صيف البحرين نحرص على نقل الفن الباكستاني، وذلك في مجال الطباعة، فهذا الفن التقليدي معروف على مستوى باكستان، وأكثر ما يميزه روعة ألوانه ورسوماته. مشاركات متنوعة وأفكار متميزة تستعرض تراث بلدان العالم عبر ورش تدريبية واستعراضات فنية يقدمها عدد من المشاركين في تلك الورش، ما يساهم في استدامة المشاريع الثقافية والعمل من أجل تعزيز البنية التحتية الثقافية في البحرين، خصوصا وأن مشاركة العديد من السفارات والمؤسسات العامة والخاصة تلعب دورا كبيرا في إثراء برامج المهرجان. في هذا الموسم تجتمع ثقافات العالم في مكان واحد، فيطرحها مهرجان صيف البحرين بأسلوب مشوق. فهذه الأنشطة الثقافية الترفيهية المتنوعة جلبت ثقافات العالم إلى البحرين ليحظى زوار المهرجان بمختلف أعمارهم بأوقات جميلة وممتعة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.